فضل سے. لکھا ہے کہ ہاتھ پاؤں سو جاتے ہیں، رات کو بستر پر جانے کے بعد میں سو نہیں سکتی. میری بہن وضو کر کے جائے، بستر کو جھاڑے، جیسے میں نے کہا ہے بیٹھ کے پڑھے، پھر اپنے جسم پر ہاتھ پھیرے، تین بار اخلاص فلک ناس پڑھ کے، اگر پھر بھی فرق نہیں پڑتا تو پھر غسل کرے بیری کے پتوں سے، پھر سوئے، انشاءاللہ تعالی اللہ اسے شفا دے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.